لو ما خذيت انا الابره يعني استغفر الله يمكن ما اعيش. يعني انا كنت متوقع يمكن عقب الاجسام المضاده ربما بعد يصيدني شيء، ربما تعرفين الانسان يصيده هاجس، ولكن الحمد لله ابدا اموري جدا طيبه. يعطيك دفعه ان انت في علاج، بينما يعني انت تقول ما بدونها تقول يمكن ما في علاج ما في شيء ما تدري. كنت انا متخوف، ولكن الحين انا اقول بالعكس، لو يقول لي الان اخذ جرعه او اجسام مضاده اخذها وانا بكل اطمئنان. صراحه ما قصروا وياي يعني. وايد ممتازين، تواصلهم ممتاز جدا. ما بين كل يومين زايد قاصر يتصلون، يمكن ثلاث اربع مرات اتصلوا لي خلال الفتره يطمنون علي.